الله وزارتنا البركة. زارتكم البركة؟ وينها؟ خلنا نسلم عليها. توني نكلمها ما قالت لي إنه جيتكم. بس عفوا ليش لازقين ببعض؟ شنكم طيور حب؟ فتش عنا فتش. ما نعرف نتكلم. وخر. لأن احنا جوالنا واحد. قولوا لي ايش بغيتوا وامروا. انا اقول لك. لا انت قل. لا انت قول. والله انت تقول. انت الاكبر. طيب احنا بصراحة جايين نخطب بنتك المصون الولدنا العفيف. هذه الساعة المباركة. اي بنت؟ انت كم بنت عندك؟ واحدة. اجل نبي الصغيرة. تعرفها انت؟ ايه؟ لا لا ما اعرفها. الاهل يعرفون. الاهل. الاهل حياكم الله. وين تشتغل؟ انا ما اشتغل، انا خربان. توي جايبه من الصيانه. يعني ما عندك وظيفه؟ لا انا اعمال حره. اعمال حره يعني بزنس. مرات بزنس مرات كونومي. على حسب الحجز. الدخن؟ ليش شايفه ديزل؟ انا ما ادخن. التدخين مضر بالصحه طبعا. إذا ضاق صدره بصراحة يشيش بس ما يكثر، راسين ثلاث. وإذا سمعت خبر مو حلو احتمال يوصل للستة. ست روس؟ لا لا ست المساء. إنزين أنت راعي سفريات برا؟ لا أنا راعي الوانيت الأحمر. اللي برا. هذه كل اللي قاعد أقوله ما في شيء حق عشان أعطي بنتي حق واحد تافه نفسك. ليش طال عمرك؟ والله يستاهل، والله يستاهل. بعدين بنتك إذا ما أحد أخذها والله بتقعد في تسبدك والله. وإذا ما أحد خذ بنتك حطها بالعلامات. عسى ما تسافر وايد. لا لا بصراحة ما يسافر إلا معي، لا تخاف. وين سفراته؟ شرق آسيا. شرق آسيا؟ ومرات قرب أفريقيا. لا توفقت بنتي، راحت ملح. على فكرة إذا بتشوف بنتي تدفع 20,000 والمهر 100,000. ليش؟ ماخذ شقة بلندن؟ والله ولا سيارة منتهية بالتمليك. أنا موافق، بس جيب معها الكتالوج والشاحن بيت والهاند فري. بس يقف إذا تشابك ترد فلوسي. العربون ما يرجع. ابن حلال أنت شايف وجهه الحين تلقى بنته زيه. أول مرة أشوف فيه لابس قطرة عقال. زين في عندها كتالوج؟ ليش؟ عشان نشوف وين الخشم وين العين، نتأكد بس. أنا حاسة الحين إن في شخصين قاعد يهينوني في عفر داري. لا تحس إلا تأكد. تأكد. إيه إذا مو عاجبك الوضع أطلع برا. أطلع برا من بيتي. وأنتوا شو شخالتكم قاعدين هني؟ يلا قدام. برا برا. 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 عشان لا تحطك سايلنت وامشي.